ان شاء الله نتوقع العام هذا اننا نوصلوا 900 الف قنطار كمنتوج، وندخلوا المخازن اكثر من 500 الف قنطار كمنتوج مختلف الاصناف، قمح اللين، القمح الصلب، والشعير، والخرطان. الاهداف تقريبا بلغناها لولا شويه ظروف قليل من الظروف الطبيعيه والتغيرات المناخيه اثرت على تقريبا في 30% من مساحه المزروعه، واليوم يمكن نحصد حتى 63 الف هكتار ان شاء الله بمردود يفوق 800 الف قنطار.